وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي. أستاذ جمال، ونحن نحتفل اليوم بمرور 50 عام على ذكرى انتصارات أكتوبر المديدة، تلك الانتصارات التي لا تنسب إلى مصر وحدها، ولكن أيضا إلى دعم عربي غير مسبوق أيدوا فيه مصر وسوريا في هذه الحرب على العدو الإسرائيلي. الدول العربية وقفت بجانب مصر خلال هذه الحرب ولا تزال. كيف ترى نموذج التضامن العربي في حرب أكتوبر المجيدة؟ يعني الأول اسمحيلي أهني الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة هذا النصر العظيم الذي غير العالم، الذي اعتبره أهم من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، بل أهم الحروب في تاريخ مصر. التضامن العربي حقيقة لعب دور كبير جدا في يعني في هذا النصر العظيم، لأنه هذا النصر يعني نصر للمنطقة العربية وللإقليم وللمستقبل المنطقة ومستقبل الإقليم أيضا، لأنه غير مفاهيم عديدة جدا ويعني أعاد ترتيب أوراق المعادلة السياسية في المنطقة العربية بشكل عام. والعرب الحقيقة منذ اللحظة الأولى ساهم وبشكل كبير جدا، سواء الدعم الاقتصادي والدعم الدبلوماسي والدعم السياسي وغير ذلك، يعني بانوراما كبيرة جدا. يعني لعلنا نتوقف أمام مقولة الشيخ زايد بن سلطان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشهيرة، وهي ليس النفط العربي أغلى من الدم العربي، ويعني كيف عقد وكان في لندن آنذاك، وكيف عقد مؤتمر ويعني طلب من وزير خارجيته يعني يعني تقديم كافة والمشاركة في المؤتمر الشهير الذي دعت له المملكة العربية السعودية في الكويت، وتخفيض النفط ودعم النفط للدول التي كانت تدعم آنذاك إسرائيل إلى نسبة 5%. وانه نتذكر ايضا انه يعني الحقيقه الحكايات كثيره جدا. ارسل الشيخ زايد الشيخ خليفه ولي عهده، الشيخ خليفه بن زايد ولي عهده، للوقوف على الجبهه والمشاركه في الحرب، فضلا عن انه يعني التبرع المالي من موظفي دوله الامارات لهذه الحرب، ايضا من الامارات الى المملكه العربيه السعوديه، والدور العظيم للملك فيصل، ويعني ملك فيصل ايضا ارسل الملك سلمان وهو ملك المملكه السعوديه الحالي للمشاركه في هذه الحرب. ونتذكر أن الولايات المتحده الامريكيه ارسلت هنري كيسنجر اثناء الحرب لكي تغير او يلعب دور في تغيير وجهه النظر السعوديه تجاه هذه الحرب. ويعني فيما كتب هنري كيسنجر في مذكراته انه الطلب من الملك فيصل، قال له انا طائرتي في المطار ولا تستطيع الاقلاع وتحتاج الى النفط، فرد عليه الملك فيصل قال له انا رجل طاعم في السن واريد ان اصلي ركعتين في المسجد الاقصى، فهل تساعدني وتحقق لي امنيتي؟ وهكذا. ايضا العراق لعبت دور كبير جدا وارسلت يعني لواء مدرعات وسرب من الطائرات وغير ذلك. السودان وكانت سباقه في المؤتمر الشهير، مؤتمر الخرطوم، مؤتمر اللاءات الثلاث، يعني لا صلح لا تفاوض لا اعتراف، وعندما يعني ازدادت الجبهه في الهجوم على مصر لم تتردد لحظه واحده في نقل الكليه الحربيه الى السودان. كذلك الامر فيما يتعلق بالاردن، بما يعني الاردن كمان لها خصوصيه فيما يتعلق بحدودها على الجولان ومن ناحيه اسرائيل وجغرافيتها التي تفرض ضروره التقديم كافة الدعم، بل الوقوف بقوتها
ومدرعاتها وطيرانها وهكذا. ايضا المغرب، كل الدول العالم العربي، ولا المغرب والجزائر وليبيا. دور الجزائر، خلينا اقول لحضرتك، الدور الجزائر، الرئيس هواري بوميديان عندما يعني عندما اندلعت الحرب كان في الاتحاد السوفيتي، ويعني طلب من الاتحاد السوفيتي ارسال مساعدات لمصر وسوريا. الاتحاد السوفيتي قال له احنا محتاجين فلوس. مضى شيكات على بياض قبل ان تصل المساعدات والاسلحه والى اخره، وقبل ان يعود من الاتحاد السوفيتي تاكد من وصول اول شحنه عسكريه او مساعدات عسكريه الى مصر، ووقع الشيك ب 200 مليون دولار، 100 مليون دولار لمصر و100 مليون دولار لسوريا، وقال للرئيس السادات انه كل الامكانات الجزائر تحت امر الدوله المصريه، وغير ذلك المغرب وليبيا ويعني ودول افريقيه، كل الدول الافريقيه وهكذا. وهناك دول ايضا غير عربيه، يعني ساعدت مصر ايران على سبيل المثال، كوريا الشماليه قدموا مساعدات لمصر في هذا التوقيت. طبعا، لانه العالم كان يدرك اهميه وقيمه الدوله المصريه. يعني هذه الحرب هي يعني هذا النصر جاء من بكره، من المستقبل، لانه هذا النصر غير المفاهيم الكبرى لقواعد النظام العالمي، يعني وانعكست عليه تحولات كبرى. وبالتالي الاراده المصريه والقدرة المصرية وقدرة قواتنا المسلحة يعني نجحت فانها تسطر في بحروف من نور في سجلات العالم هذه التجربة، وكيف استطاعت ان تحقق النصر يعني في هذا التوقيت، وبالخداع الاستراتيجي كيف تم، والاقتحامات للسواتر الثلاثة كيف تم وهكذا. ولكن في النهاية استطيع القول انه هذه الروح، نحن يعني استلهام هذه الروح العربية التي صنعت النصر يعني سجلته التاريخ، ونطالب ان نعيد استلهام هذه الروح مرة ثانية لنكتب المستقبل العروبي مرة ثانية. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي.